الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. ما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل، قال رحمه الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. في هذين الحديثين بيان صفة قضاء صلاة الليل لمن فاتته صلاة الليل لعذر، سواء من وجع أو من غيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها وقولها رضي الله عنها أو غيره، هذا عام يشمل كل عذر، فقالت من وجع أو غيره حتى يشمل جميع الأعذار. فإذا فاتته صلاة الليل فإنه يقضيها في النهار شفعا، يقضيها في النهار شفعا، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه يقضيها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. وهذا يوضح في الأحاديث الأخرى أنها تصلى في غير وقت النهي، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني في وقت صلاة الضحى، تقضى في وقت صلاة الضحى. وكان السلف والرسول صلى الله عليه وسلم من قبلهم يسمون صلاة الليل حزبا، وذلك لأن صلاة الليل يكثر فيها من قراءة القرآن، فيقرؤون أحزابهم وأورادهم في صلاة الليل فيطيلون القيام بكثرة القراءة، كما جاء في حديث عمر: من نام عن حزبه فسمى صلاة الليل حزبا فقرأه فسمى الصلاة قراءة لكثرة القراءة فيها. ولذلك جاء في الحديث الذي مر علينا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال: طول القنوت، يعني طول القيام وطول القراءة. فصلاة الليل تقضى، ولكن تقضى شفعا، فمن كان عادته أن يصلي 5 فيصليها 6، ومن كان 7 يقضيها 8 ركعات، ومن كان يصلي 11 ركعة فإنه يقضيها 12 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وعنه وعن أبي سعيد يعني عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى 2 ركعة جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة وأيضا حديث أبي هريرة وأبي سعيد، فيه دلالة على العناية بأهل البيت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قام أهله معه، ولكن يقيمهم في آخر قيامه هو، لأن أهله لا يستطيعون أن يقوموا كما يقومه صلى الله عليه وسلم، فإذا بقي قليل من صلاته أيقظ أهله حتى يصلوا من الليل. ففي هذا الحديث قال: رحم الله رجلا، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء بالرحمة لمن فعل هذا الفعل، صلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، فيها الدلالة على الخير والأمر بالخير وأيضا الملاطفة، لأن النضح دليل الملاطفة، إيقاظ وملاطفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا ويحث عليه، رحم الله رجلا، وهذا أعظم حث لأن فيه الرحمة، وإذا رحمك الله فلا تسعى عن الخير الذي أعده لك. قال: فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها
فإن أبان ضحت في وجههما، يعني الأمر متبادل بين الزوجين. وهذا يدل على أن العلاقة الزوجية علاقة عظيمة، وليست هي علاقة متعلقة بالشهوة، بل هي علاقة متعلقة بالآخرة وبإرادة الخير، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا هو دور الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، أن يكون بينهما التناصح، وأن يكون بينهما الأمر بالخير والنهي عن المنكر. فهذا من أعظم ما يديم هذه العلاقة في الدنيا وفي الآخرة. وفي حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلي أو صلى ركعتين جميعا. هذا فيه فائدة، وهو جواز صلاة الليل جماعة مع الأهل، وهذه لا تكون بصفة دائمة وإنما تكون أحيانا. فهذا الحديث نص، قال: فصلي أو صلى ركعتين جميعا، يعني هو مع أهله. فصلاة الليل يشرع فيها الجماعة في غير رمضان، ولكن ليست بصفة مستمرة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى معه ابن عباس، وصلى معه ابن مسعود، وصلى معه حذيفة، كل هذا بصلاة الليل. وأيضا في هذا الحديث دلالة على الصلاة مع الأهل في البيت، ولكن هذا لا يكون على سبيل الاستمرار، وإنما على يعني في بعض الأحيان دون آخرها. قال صلى الله عليه وسلم: كتب في الذاكرين والذاكرات. انظر هذا الفضل العظيم، قال: صلى يا ركعتين، يعني يصلون ركعتين فيكتبون عند الله من الذاكرين والذاكرات. عمل قليل والأجر عظيم، فكيف بمن صلى أربع، بمن صلى ثمان، بمن صلى أكثر من ذلك؟ فلا شك أن كل هذا أعظم في الأجر والثواب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.